صباح الخير يا جماعة، أنا النهاردة إن شاء الله هنبدأ شيت اتنين، هشرح لكم يعني إن شاء الله شيت اتنين. شيت اتنين بيتكلم على الديجيتال فولتميتر سيستم، يعني إزاي أقرأ ديجيتال. يعني إيه أقرأ ديجيتال؟ أنا هقرأ أنالوج سيجنال، يعني عشان تبقى فاهم بس أنت المفروض بتعمل إيه بالظبط. أنت هتقرأ أنالوج سيجنال، فولتج سيجنال، فولت سيجنال هتقراها أنالوج، بس انت عايز تعمل لها display in digital form، يعني انت عايز تاخد الداتا بتاعتك دي، الانبوت بتاعك ك analog voltage، انت بتقيس analog. analog يعني ايه يا شباب عشان بس الناس تبقى فاهمة؟ analog يعني انت عندك عند كل instant، يعني عند 0.1 من الزمن، 0.01 من الزمن، في value مناظرة للايه في اللحظة دي. الديجيتال لا، الديجيتال يعني ديسكريت، ديسكريت يعني عند ازمنه محدده في قيم، ولكن ما هياش كونتينوس. يبقى الانالوج هي كونتينوس، الديجيتال هي ديسكريت. انت المفروض بتقرا انالوج سيجنال. انالوج سيجنال يعني قيمه انالوج، يعني في خلال الزمن كله انت عندك قيم كونتينوس. يعني انا عندي عند كل لحظه ما بين اللحظه والتانية انا عندي قيمه للايه، للقيمه اللي انا بقيسها. لكن انا دلوقتي عايزه اعرضها في شكل ايه، اعرضها في شكل الديجيتال، ماشي يا شباب؟ فبالتالي انا هلجا ان انا اعمل ايه، هلجا لحاجه اسمها ديجيتال فولتميتر سيستم او دي في ام، اللي هو ديجيتال فولتميتر ميترز يعني. طيب علشان اقدر اقرا او احول الداتا او اقراها في شكل الديجيتال، محتاج حاجه اسمها انالوج تو ديجيتال كونفرتر. يعني ايه انالوج تو ديجيتال كونفرتر؟ يعني انا عايز دايره معينه، الدايره دي هيبقى الانبوت ليها انالوج. هتعمل ايه؟ هتعمل كونفرجن. كونفرجن يعني تحويل شكل السيجنال من شكل الانالوج لشكل الايه، لشكل الديجيتال. طب وبعدين هتعمل ايه؟ هتاخد الداتا اللي بشكل الديجيتال دي وتعرضها على ديجيتال ديسبلاي. يبقى لما اجي اقول لك الديجيتال فولتميتر او الدي في ام بتاعك اسينشلي بيتكون من ايه، اسينشلي بيتكون من انالوج تو ديجيتال كونفرتر ومعاها ديجيتال ديسبلاي. تاني احنا زي ما قلنا احنا عايزين نقيس انالوج سيجنال، بس انا هعرضها على ديجيتال ديسبلاي، فمحتاج ان انا اعمل ايه، محتاج ان انا اخد الداتا دي في شكل الانالوج احولها للديجيتال، ثم بعد ما حولتها لشكل الديجيتال اعرضها على ديجيتال ديسبلاي. يبقى الدي في ام اسينشلي كونسيستس اوف ايه، انالوج تو ديجيتال كونفرتر ومعاها ديجيتال ديسبلاي. طب انا عندي كام نوع من الدي في ام؟ انا عندي نوعين من الدي في ام اللي احنا هنعملهم كفر في الشابتر بتاعنا ده. اول نوع عندي اللي هو الرامب تايب، تاني نوع عندي اسمه دول سلوب انتجريتور دي في ام. طب نبتدي بالدي بي الرامب تايب ديجيتال فولتميتر. تعالى كده نبص على شكله، شكل الرامب تايب دي نفس الشكل اللي موجود في المحاضره عندكم، ماشي؟ طب هنبص عليه وبعدين نقرا كل الكلام اللي مكتوب فوق، مش هنفوت حاجه ان شاء الله. طب هو بيتكون ايه؟ ايه الشكل اللي انت شايفه هنا ده؟ ايه دون؟ ايه الشكل ده؟ الشكل ده اللي هو ايه؟ اللي انا معلمه لكم عليه. ده اسمه فولتج كومباراتور. فولتج كومباراتور اللي هو ليه بالاوبريشن امبليفاير اللي انتوا اشتغلتوا عليه في الالكترونيك. ايه الفولتج كومباراتور ده؟ كومباراتور من الاسم يا شباب، من الاسم انه عباره عن ايه؟ ان هو بيكمبير ما بين تو فاليوز، يبقى ده بيكمبير تو سيجنالز. طب انا الانبوت بتاعي داخل منين؟ انا الانبوت داخل عندي من الفي انبوت، يبقى ده الفولت اللي انت اصلا عايز تقيسه، يبقى ده الانالوج فولت اللي انت عايز ايه؟ اللي انت عايز تقيسه. بتقارنه بايه؟ بتقارنه بي سيجنال اسمها رامب سيجنال. طالعه لي منين؟ طالعه لي من رامب جنريتور. يبقى بص معايا تاني، يبقى انت دلوقتي الكومباراتور بتاعي له تو انبوت. الانبوت الاولاني داخل فين؟ داخل على البوزيتيف تيرمينال، يعني الاوتبوت هنا هيطلع ان فيز مع الانبوت عشان بس الناس تفتكر. طب النيجاتيف بتاعي داخل مع مين؟ مع داخل عليه الرامب سيجنال او جياني من الرامب جنريتور. يبقى انا عندي ادي سيجنال وادي سيجنال. الراجل ده بيعمل ايه اللي هو الفولتج كومباراتور ده؟ بيقارن ما بين الايه؟ ما بين التو سيجنالز. احنا دلوقتي مش بنش، احنا بنبص على الدايره بتاعتنا نشوف هي فيها ايه بالظبط. طب الاوتبوت بتاعي اللي هو انهي فولت؟ اللي هو الفولت اللي اسمه ايه؟ V1 ده. طب ال V1 ده خلي بالك، هو انا فيه
اوتبوت تاني، انا من الاوتبوت واخد واخد سلك اهي ماشي مدخلها على حاجه اسمها اللاتش سيركت، وهنعرف اللاتش سيركت دي عباره عن ايه. احنا بنمشي مع بعض واحده واحده عشان نشوف الدايره بتاعتنا جزء جزء فيها ايه. طيب ادي الاوتبوت بتاعي اللي المفروض ان انا ايه، ان انا عايزه اقيس الاوتبوت ده لان هو ده دايركتلي بروبورشنال للفي انبوت اللي هنا. طيب داخل على مين يا شباب؟ داخل عندي على اند جيت، صح؟ طب افتكر معايا كده الاند جيت، طبعا انتوا عمالقه دلوقتي في الجزء بتاع الجيتس ده. انا الاند جيت عشان يطلع الاوتبوت بواحد لازم يكون التو انبوتس بايه؟ بواحد. طيب انت الانبوت الثاني جاي لك منين؟ جاي لك من كلوك جنريتور. الكلوك جنريتور ده جنريتور هيديني بلصات كلوك. بلصات كلوك يعني ايه؟ يعني اون واوف، واحد وزيرو، واحد وزيرو، واحد وزيرو، ماشي؟ يبقى ده كلوك جنريتور داخل على الاند جيت، داخل مع الاند جيت داخل الفي 1 اللي هو الاوتبوت من الفولتج كومباراتور اللي بيقارن ما بين مين ومين؟ ما بين الانبوت سيجنال اللي انا عايز اقيسها وما بين الرامب سيجنال اللي بيحصل لها جنريشن من الايه؟ من الرامب جنريتور. طيب هنا بيحصل ايه عندي بقى؟ بص على الدايره بقى اللي تحت دي، الصغنونه اللي تحت دي، دي كذا دايره في بعضها. طب هنا اول حاجه عندي حاجه اسمها ديكيت كاونتر. ايه الديكيت كاونتر؟ عديت ماشي؟ العداد اللي انتوا المفروض ان انتوا خدتوه او هتاخدوه في اللوجيك. عداد يعني ايه؟ يعني هيعد ايه؟ هيعد 1 2 3، انا عندي كام بلصه؟ هيعد البلصات دي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 لحد 9، ده اسمه ديكيد. ديكيد يعني ايه؟ 10 ماشي؟ طيب اللاتش سيركت دي هنقول ايه هي اللاتش سيركت دلوقتي؟ طيب انت دلوقتي عديت كام عده؟ صح؟ انا عديت اللاتش سيركت دي وظيفتها بس ان هي تثبت الاوتبوت لحد فتره معينه، ولما يحصل لها اكشن معين او كنترول معين تقلب الاوتبوت بتاعها. يعني زي مثلا ان احنا عايزين نثبت الكاونتر ده عمال يعد بس انا مش عايز اظهر العد ده مثلا، ماشي؟ فانا هثبت ان الاوتبوت بتاعي يبقى موجود بستيت معينه او بشكل معين، وانا بعمل عليه كنترول هروح اعمل ايه؟ هروح مديله مثلا سيجنال واحد اقول له ايه؟ هيحول من الواحد للزيرو. طيب يبقى انت دلوقتي ادي العدات اهي ماشي، الراجل ده الكاونتر ده كاونتر يعني عداده وعمال يعد. طب انت طلعت قيم منين؟ بلصات. هتعمل ايه بقى؟ بلصات منين؟ بلصات من الزيرو لحد التسعه مثلا ماشي. طب هيحصل ايه بعد كده؟ هياخدها البي سي دي تو 7 سيجمنت درايفر. هيعمل ايه؟ هياخد البلصات دي ويحولها لي للباينري كود ديسمال ديكودر. يعني يعني هيحولها لي من شكل بلصات لشكل ايه؟ لشكل ارقام، باينري كود ديسمال، عشان اقدر اعرضها على مين؟ على الديجيتال ديسبلاي اللي موجود تحت هنا ده. تاني تاني وبالراحه جدا جدا جدا. دلوقتي انا هنا عندي ادي فولتج كومباراتور، الراجل ده وظيفته انه هيعمل ايه؟ هيكمبير تو سيجنالز ببعضهم. اتاكد بس ان هو بي بي بيريكورد. اه تمام. يبقى الكومباراتور ده وظيفته انه هيعمل ايه؟ هيقارن ما بين تو سيجنال، السيجنال اللي هي اللي انا عايز اقيسها دي الفي ان، وسيجنال تانية اسمها الرامب. الرامب الرامب دي الرامب اللي هي شكلها بالمنظر اللي احنا اللي هي الخط الاصفر اللي احنا شايفينه ده، ان ليها رامب عالي يعني ماشي. فهي في البوزيتيف او في الهاف سايكل الاولاني مثلا او في في البدايه بتاعتها بتطلع برامب عالي قوي، وبعدين بتنزل بايه؟ برامب بطيء شويه، وبعدين تنزل بايه؟ برامب عالي قوي. مين اللي بيجنريت الرامب سيجنال دي؟ رامب جنريتور. الفولتج كومباراتور وظيفته انه هيقارن ما بين التو سيجنالز اللي داخلين عنده، اللي داخل عنده الفي انبوت وداخل عنده مين؟ الرامب سيجنال. هيطلع الاوتبوت اللي هو الفي 1 هيخش على الاند جيت مع الكلوك جنريتور. الديكودر او الديكيت كاونتر ده، الديكيت كاونتر ده هياخد الايه؟ هيعد بناء على القيمه اللي ايه؟ اللي طالعه له من الاند جيت دي. وبعدين هتتاخد على ديكودر هيحولها لي من بلصات لمين؟ لبي سي دي. وبعد كده البي سي دي هيخش على الديسبلاي عشان يحولها لي ايه؟ ارقام. طب انا عندي كام ديكيت كاونتر؟
عد معايا كده، انت عندك واحد اتنين تلاتة اربعة، طب عرفتيهم منين؟ مش انت بتقولي ان الديكيت كاونتر ده بيعد من زيرو لحد تسعة؟ طب الراجل الكاونتر اللي موجود ده اللي هو مجموعة الديكيت كاونتر ده فيه اربعة ديكيت كاونتر او تلاتة ديكيت كاونتر ومعاه واحد فليب فلوب زي ما هتاخده في الايه في اللوجيك، مش هخش في التفاصيل قوي، بس الفكرة ان هو بيبين في ديكيت كاونتر الاولاني هيعد من زيرو لحد تسعة، اول ما يعد للتسعة خلاص انا خلصت بقى التسعة، انا مش هقدر اعد اكتر من كده، يروح عامل ايه؟ يروح مشغل الديكيت كاونتر اللي جنبه، ماشي؟ يعني من الاخر كده خانة الاحد خلصت، يروح مدي اشارة لخانة العشرات ايه؟ تزيد، ماشي؟ يبقى يعد كام؟ يعد 19. طيب تفضل تزيد خانة العشرات لحد ما توصل للتسعة، صح كده؟ وبعدين يحصل ايه؟ خانة العشرات خلصت، روح زقه خانة الايه؟ خانة المئات and so on لحد ما يوصل. يبقى الديكيت كاونتر اللي هنا ده هيعد من كام لكام، او انا اقدر اشوف الديسبلاي بتاعي ده من كام لكام، من زيرو لحد 199 اللي هما الالفين كاونتر. تعال بقى بعد اللي فهمناه ده نقرأ الكلام اللي موجود فوق الكتير قوي ده. طب هو اول سؤال عندي في الرام بتايب ديجيتال فولتميتر ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي sketch the block diagram and the system waveform for a DVM using analog to digital converter. Show the system waveform and explain its operation. يعني ايه؟ يعني هو عايز نرسم البلوك دياجرام، انهي بلوك دياجرام اللي احنا شرحناه تحت ده؟ ماشي؟ وعايز نرسم الويف فورم، انهي ويف فورم؟ اللي هي الويف فورم اللي موجوده هنا اللي هنبدا نشرح فيها دي. طيب وعايز يعمل ايه كمان؟ عايزني اشوف الاوبريشن بتاعت الدي في ام ده بتشتغل ازاي؟ حد هقول له في الاول يا عم بالراحه علينا كده، ده الدي في ام بتاعنا ده بيتكون من انالوج تو ديجيتال كونفرتر زي ما قلنا، بيتكون من سيت اوف 7 سيجمنت نيوميريكال ديسبلاي اللي هم انا تحت هنا عندي كام ديجيت هتظهر؟ عندي 4 ديجيت، صح؟ يبقى انا عندي سيت مجموعه من من الديجيتال ديسبلاي، ماشي؟ لان انا مش عندي واحده بس، ده انا عندي اربعه، ماشي؟ وعندي بي سي دي تو 7 سيجمنت درايفر، يعني حاجه تعمل لي ديكودنج اللي هي الديكودر يحول من شكل البلصات لشكل الديسبلاي، ماشي؟ وعندي عندي كمان كاونتر اللي هو الايه ال 2000 كاونتر اللي احنا اتكلمنا عليه ده. طيب تعال نشوف هو اللاتش سيركت اللي موجوده دي، تعال نفهم الاول هو ايه اللي بيحصل عشان لما نيجي نبدا نقرا في اللاتش سيركت نبقى فاهمين اللاتش سيركت دي وظيفتها ايه. طب احنا قلنا ان انا بيبقى عندي تو سيجنال، سيجنال الفي انبوت صح، والرامب سيجنال من هنا، والكومباريتور دول هيقارن ما بين الاثنين ببعض وهيطلع لي اوت. بيقول لك ايه بقى وظيفه الكومباريتور ده؟ وظيفته ايه؟ ان الفي واحد اللي هي قيمه الفي واحد دي، قيمة الـ V1 دي طبعا احنا بنتكلم على ديجيتال سيجنال، يعني هتطلع واحد هتطلع ايه؟ زيرو. هتطلع بواحد امتى؟ بص ادي الانبوت اهو، ادي شكل الويف فورم، ادي الانبوت اهو، ده قيمة معينة، انت بتدخل قيمة معينة عايز ايه؟ بتقرا قيمة ديجيتال، سوري دي سي، قيمة معينة، ماشي؟ احنا بنقرا دي سي ها؟ طيب وادي الرامب سيجنال اللي احنا عملنا لها جنريشن من الجنريتور. طيب الـ V انبوت أعلى من قيمة الرامب سيجنال لحد نقطة معينة. طول ما الفي انبوت ده وظيفه الكومباراتور بقى، طول الكومباراتور ده بيعمل ايه؟ طول ما الفي انبوت اعلى من الرامب سيجنال او بتساويها، الاوتبوت بتاعي اللي هو قيمه الفي واحد هنا هتبقى بكام؟ بواحد. يبقى انا دلوقتي طول الفتره دي ماشي الاوتبوت اللي هو اللي اقصد بيه الاوتبوت بتاع الكومباراتور قيمته بكام؟ قيمته بواحد، ماشي؟ طيب لحد النقطه دي اللي هي النقطه دي اللي هي ايه؟ ان الفي انبوت يساوي قيمه النقطه بتاعت مين؟ بتاعت الرامب سيجنال. طب عند النقطه دي ايه اللي هيحصل؟ لا ده الانبوت الرامب سيجنال اعلى من قيمه مين؟ اعلى من الفي انبوت. فاللي حصل عندي ان الاوتبوت ماله؟ بقى بزيرو، حصل له تريجر. تريجر يعني ايه؟ يعني تحول الستيت بتاعته من الواحد لزيرو، ماشي؟ طيب لحد نقطه معينه اللي هو السلوب بتاع مين؟ ده كده اللي هو الاسلوب النزول بتاع الرامب سيجنال، هتبدا تزيد تاني لان دي سيجنال مالها؟ دي سيجنال بيريوديك يعني بتتكرر، ماشي؟ طيب ايه اللي هيحصل عندنا بقى؟ تعال نشوف. انا في الفتره دي مش الانبوت بتاعي او الاوتبوت اللي هو الفي واحد بواحد؟ اه. طب وانا عندي هنا الكلوك ايه؟
جنريتور، ماشي؟ طول ما الكلوك جنريتور ده شغال يبقى انا في الفتره دي هيطلع فيه اوتبوت هنا اهو عند الخرج بتاع الاند جيت، صح؟ لان انت بتضرب في واحد، يعني في انبوت في الكلوك سيجنال هيطلع مين؟ هيطلع قيمه، يعني انت بتضرب واحد في قيمه الكلوك سيجنال او الكلوك جنريتور او الكلوك بالسز اللي طالعه لي من الجنريتور، هتطلع هنا عند مين؟ عند الاند جيت، يقوم عددها لي مين؟ يعدها لي الديكيد كاونتر، وبعدين تتحول بالدرايفر لي ديجيتال ديسبلاي وتطلع لي القيمه دي، يبقى دي عدد العدات. يبقى عدد العدات دي بتتناسب directly proportional مع مين؟ مع قيمة مين؟ مع قيمة الـ V input اللي بيتحكم في الشغل كله. طول ما الـ V input أعلى من قيمة الرام فأنا هنا عندي ليه؟ البلصة دي بواحد، ماشي؟ لو أقل منها يبقى القيمة دي بكام؟ بزيرو. حتى كاتب لك هنا هو في الفترة دي أنا هبدأ أعد، ماشي؟ طب في الفترة دي نو ايه؟ نو كاونتينج، ماشي؟ طب تعالى نشوف بقى، نقرا الكلام اللي احنا مكتوب فوق هنا ده. طيب زي ما قلت لك من شوية احنا في عندنا جزء اسمه اللاتش سيركت. فين اللاتش دي؟ نرجع للبلوك ديجرام بتاعنا، ادي اللاتش سيركت اهي، ماشي؟ طب اللاتش سيركت دي وظيفتها ايه؟ اللاتش سيركت دي بتعمل لوك. لوك يعني بتثبت السيجنال بتاعتي in a certain state 0 أو 1 unless a clock or other control signal allow it to change. يعني من الآخر كده بتثبت السيجنال إن هي تفضل على شكل واحد لحد ما يجي external أو control عليها يروح مغير القيمة بتاعتها أو يغير الستيت بتاعتها. طب لو مش موجودة في الحالة بتاعتنا دي هيحصل إيه؟ لأن ده سؤال مهم جدا جدا جدا. طيب لو اللاتش سيركت دي is not present الديجيتال ريد اوت وود بي ريسيت تو زيرو. يعني ايه؟ يعني انا هيحصل ان الديسبلاي بتاعي هيحصل له ريسيت، ريسيت يعني هيبقى بصفر مع بدايه العد عند تي 1. changing rapidly as the count progresses through 3 out and remain constant ل تي 2. يعني من الاخر كده، يعني من الاخر عشان الناس بس ما تتوهش مننا، لو اللاتش سيركت دي مش موجوده العداد بتاعي هيوصل للصفر، ماشي؟ في خلال العد اللي هو مين؟ تي 1، لان هو الراجل عمال يتغير من 1 ل 0 من 1 ل 0. مش هنا في بلصات اهي؟ فين فين فين؟ اهي مش في بلصات هنا 1 0 1 0 1 0 الكلام ده. طب ما الستيتس دي ممكن تعمل ايه؟ هتغير القيمه بتاعتي، صح؟ يا فين اللي احنا بنراه اهو، ماشي؟ هتغير خلال التي 1، صح؟ وهتبقى ثابته في خلال التي 2. ليه؟ لان التي 2 ثابته، انا في الفتره دي الاوتبوت بتاعي هنا ثابت، الاوتبوت هنا مفيش عد، ماشي؟ فده معناه ايه؟ ده معناه تاني عشان الناس بس تبقى فاهمه. تاني دلوقتي يا شباب، انا في الفتره دي الانبوت بتاع الاند جيت عمال يتغير، اللي هو منين؟ من الكلوك جنريتور، صح؟ فخلال الفتره دي لو اللاتش سيركت مش موجوده هلاقي ان الاوتبوت عمال ينزل ايه؟ 1 0 1 0 وبعدين يتعمل له ريسيت وبعدين يطلع تاني، يعني الديسبلاي يحصل له ريسيت، ريسيت يوصل للزيرو اند سو اون. يبقى هنا مش هيبقى فيه قرايه ايه؟ قرايه مظبوطه، وهيبقى ثابت في التي 2. يبقى وظيفه ليه هيبقى ثابت في التي 2؟ لان التي 2 اصلا الكومباريتور بيطلع لي الاوتبوت بكام؟ بزيرو، فهو مثبت الحاله بتاعتها، ماشي؟ طيب يبقى انا دلوقتي نرجع تاني نشوف الكلام ده لان النقطه دي مهمه قوي، ماشي؟ لو اللاتش سيركت دي مش موجوده يبقى انا هيبقى القيمه عندي ايه؟ ذا ديسبلاي وود فيرتشوالي انريدبل، يعني القرايه بتاعتي مش هتبقى مقريه. مش انا من الاخر عايز اعمل ديفايس عشان اقرا الانبوت ده، يبقى انا دلوقتي انا كده مش هتبقى عندي قرايه مقريه، مش هتبقى عندي قيمه ثابته في تطلع على الديسبلاي، يعني قيمه اقدر اقراها واقول دي القرايه بتاعتي، ماشي؟ طيب يبقى انا دلوقتي وظيفه اقدر الخص كل الكلام ده لان دي النقطه بقى المهمه. اللاتش سيركت دي وظيفتها انها بتعمل ايه؟ ايزوليت ذا ديسبلاي، ديسبلاي اللي هو مين؟ العرض، من الكاونتنج سيركت during the time that the counting is in progress. يبقى وظيفة اللاتش سيركت ان هي بتعمل ايه؟ بتعمل ايزوليشن لدايرة العداد عن دايرة الديسبلاي طول ما العداد ايه؟ شغال عد، عشان ما تفضلش تظهر لي قيم على الديسبلاي وفي النهاية ما تطلعش القيمة ايه؟ accurate، ماشي؟ طيب
ايه تاني هنا عايزين نقوله؟ انا ملخصه لكم الكلام ده هتلاقوه في الاجابه. طبعا if الكاونتر از هاي. طيب تمام. طبعا الان بالسز، الان بالسز دي اللي هي مين يا شباب؟ الان بالسز هي عدد البالسز اللي هتطلع لي هنا، هتبقى دايركتلي بروبورشنال لقيمه مين؟ لقيمه الفي انبوت اللي بيتحكم في قيمه مين؟ في الاوتبوت بتاع الفولتج كونفرتر. طب اليوز بقى بتاعه اللاتش سيركت زي ما قلنا، ده لان ده سؤال مهم جدا. باللاتش سيركت ايزوليتس ذا ديسبلاي فروم الكاونتنج سيركت ديورنج تي 1. It will connect the display to the counting circuit at the rising edge of the comparator output. يعني أنا دلوقتي لما يبدأ الأوتبوت تاني يبقى وظيفة اللاتش سيركت دي، ما هو أنا أول ما الراجل ده الستيت بتاعته هتتغير من الواحد للزيرو، هيحصل إيه في اللاتش سيركت؟ هتتغير الحالة بتاعتها هي كمان، وأول ما تتغير الحالة بتاعتها هي كمان هتاخد الأوتبوت بقى بتاع الديكيد كاونتر، هتطلعه لي على مين؟ على طبعا هتعدي على الديكودر ثم تعدي على الديسبلاي. ماشي؟ يبقى دي وظيفة مين؟ دي وظيفة اللاتش سيركت. طيب تعالى نشوف بقى بعض الأسئلة على الجزء ده. بيقول لي الانبوت فولتج از ميجرد باي ايه؟ يعني الانبوت فولت، الفولت اللي داخل عندي هنا، هنا اهو ماشي، هو عندي في الدي في ام بيتقاس بايه؟ طبعا بمين؟ بالكاونتنج بولسز، بعدد البولسز اللي هتطلع لي هنا اهو ماشي. طيب تعال نشوف مساله كده بسيطه. بيقول لي ديترماين ذا رامب تايم، الرامب تايم اللي هو الزمن بتاع الرامب سيجنال اللي بيحصل لها جنريشن من الرامب جنريتور. ريكوايرد فور ديجيتال فولتميتر ان فيجر 1 تو ريجستر 1999 فولت. ماشي؟ 1999 هتبقى ريليتد لمين؟ لعدد الكاونتنج بتاعي، لان زي ما قلنا انا بشتغل بكاونتر من 0 لحد 1999 اللي هم ال 2000 ديكيد كاونتر. if the clock generator frequency، clock generator frequency يعني الفريكوانسي اللي طالعه من هنا قيمتها كام؟ قيمتها 1 ميجا هرتز. يبقى الكلوك جنريتور دي يا شباب، يعني يمكن تكونوا لسه ما وصلتولهاش في اللوجيك ولا حاجه، الكلوك جنريتور يعني انا عندي جنريتور بيطلع لي كلوك، كلوك يعني ساعه، زي ساعه كده بلصات في بيريودز ثابته، يعني بيريودك سيجنال ماشي، بتطلع لي بفريكونسي كام؟ 1 ميجا هرتز. طيب also determine a suitable frequency for the ramp generator. ماشي؟ يبقى هو عايز الرامب تايم وعايز الفريكونسي suitable للرامب جنريتور. طب تعال نشوف، زي ما قلنا هو عايز يعد كام؟ ال n بكام؟ اهو فوق قايل ال n ب 1999. طب الزمن بتاعي الكلوك تايم بيريود عباره عن ايه؟ واحد على الفريكوانسي، ودي خدتوها في الفيزياء وعارفين القانون ده. التي واحد، التي واحد ده اللي هو مين؟ التي واحد ارجع للسيجنال بتاعتنا، التي واحد هي الفتره دي اللي بتطلع فيها الكومباراتور، خارج الكومباراتور بتاعي بواحد ماشي، اللي هي بيكون الانبوت فيها اعلى من الرامب سيجنال. التي واحد هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن الان، الان دي اللي هي مين؟ الان دي عدد البلصات اللي انا عايز اقيسها، اللي انا عايز اشوفها في قيمه كام؟ واحد على الاف، الاف اللي هي مين؟ انهي فريكوانسي؟ الاف اللي هي 1 ميجا هرتز، اللي هي الفريكوانسي اللي اتعمل لها جنريشن منين؟ من الكلوك جنريتور. يبقى انا في خلال التي واحد ظهر لي، في خلال التي واحد ظهر لي كام بلصايا، او نقدر نقول الزمن بتاعي، يعني انا دلوقتي عايز احسب التي واحد، التي واحد ده اللي هو الزمن اللي فيه الرامب سيجنال اقل من الانبوت بتاعي، هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن عدد البلسز ماشي. ما هو بيقول لك كانه بيقول لك يعني انت بتقيس فولت، الفولت ده هيعدي 1999 عدى ماشي، معناه دلوقتي انت هتقيس 1999 فولت مثلا، يعني انت عايز تقيس 1999 عدى في واحد على الاف، يعني هيطلعوا في زمن بيريود قد ايه؟
هيطلعوا في 1.999 ملي سكند، يبقى ده قيمة مين؟ ده قيمة التي واحد. في الفترة دي الانبوت بتاعي أعلى من قيمة الرامب سيجنال. طيب أنا هعمل سيلكشن أو هعمل فرض إن تي 2، التي 2 ده اللي هو أنهي فترة؟ الفترة اللي الرامب سيجنال فيها أعلى من الانبوت. فين؟ أهو بص على السيجنال بتاعتك، أدي الرامب سيجنال أهي أعلى منين؟ أعلى من الانبوت. في الفترة دي بيكون العد بتاعي ايه؟ اوف. فهعتبر ان الفترة دي، ولذلك انا اللي هعمل لها سيلكشن، هقول اني اعتبر ان هي عبارة عن ربع التي واحد. طيب يبقى انا دلوقتي التي واحد زائد التي اتنين هتطلع ب 2.498775 ملي سكند. طيب هي الفكرة في ايه يا شباب؟ هو عايز مني ايه؟ هو عايز الرامب جنريتور فريكوانسي. طب هي الرامب جنريتور فريكوانسي دي اللي هي انهي فريكوانسي يا شباب؟ الفريكوانسي اللي هيطلع بيها الرامب سيجنال من هنا. طب هو انا البيريود كاملة عبارة عن ايه؟ عبارة عن تي واحد زائد التي اتنين، مش دي البيريود كاملة ايه؟ بتاعت الرامب سيجنال، لأن هي دي ادي هنا دي الفترة دي تي اتنين صح؟ والفترة دي تي واحد. يبقى لو أنا خدت واحد على مجموع التي واحد زائد التي اتنين، يبقى أنا كده طلعت مين؟ الإف آر اللي هي الرامب جنريتور فريكونسي هتطلع كام؟ حوالي 400 هرتز. طيب تعالى نشوف المسألة اللي بعدها. بيقول لك إيه بقى؟ ريكالكيوليت ذا ميجرد فولتج. أنت قايس فوق في المسألة اللي فوق اللي هي مسألة رقم بروبلم كام دي؟ اللي هي بروبلم 3. ماشي دي 3 مش دي بروبلم 3 ماشي. if the clock frequency drifts by سالب 5%، يعني ايه؟ يعني افرض بقى ان الكلوك جنريتور بتاعك قلت الفريكوانسي بتاعته بحوالي 5%، فانا كاني بعيد المساله تاني بس بفريكوانسي ايه؟ من الكلوك جنريتور جديده شويه ماشي. حاجه اقول له الاول ده كده يبقى معناها ان الاف بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ هتبقى عباره عن انا خدت ايه؟ 5 قلت ب 5%، يعني 5 على 100 في الواحد ميجا هرتز، يعني هتقل بكام؟ ب 50 كيلو هرتز. طب انا الاف اصلا كانت بكام؟ ب 1 ميجا هرتز ناقص ال 50 كيلو دي زيرو. ال 50 كيلو هرتز هتطلع حوالي 950 كام؟ 950 كيلو هرتز. يبقى هبدا الاول هنا، من اول هنا بقى هبدا اعيد المساله بنفس القوانين بتاعتها، ان تي واحد عباره عن ال ان في واحد على الاف نيو اللي هي الفريكوانسي الجديده ماشي، هتطلع ب 2.1 ملي سكند. وبعدين هختار نفس السلكشن ان تي 2 بتساوي 0.25 في التي واحد، وابدا احسب التي 2 واجمع التي واحد زائد التي 2، وبعدين احسب الرامب جنريتور فريكوانسي الاف ار هتساوي 1 على التي 1 زائد التي 2 تطلع حوالي 380 هرتز. ماشي يا شباب؟ دلوقتي بقى يا جماعه نبدا في الثاني تايب عندنا اللي هو مين؟ الدول سلوب. احنا قلنا ان احنا عندنا تو تايبس، الاولاني اللي هو اللي بالرامب اللي احنا شرحناه، دلوقتي نبتدي ب الدول سلوب ديجيتال فولتميتر. اول سؤال عندنا بيقول لي ديفاين الدول سلوب انتجريتور اند ايه دول سلوب انتجريتور، ده حاجه جديده دي. والزيرو كروسنج ديتكتور، انا بس حابه ان الناس قبل ما نبدا نشوف نقرا السؤال كده نشوف هو هيتكلم عن ايه بالظبط. سكتش ذا بلوك ديجرام ماشي and the system waveform for digital voltmeter that uses a dual slope integrator. Explain how it operates and discuss the advantage of a dual slope system. طيب قبل ما نبدأ في dual slope system تعال نشوف شكل الدايرة الأول عشان نفرع ما بينها وما بين الايه؟ وما بين اللي احنا كنا لسه شارحينها من شوية. أولا احنا كنا اللي احنا لسه شرحنا من شويه كنا مدخلين الانبوت على البوزيتيف تيرمينال صح؟ انا البوزيتيف تيرمينال هنا وصل فين؟ في الجراوند. طيب النيجاتيف تيرمينال اللي انا كنت بقارن بيه كان داخل عليه حاجه اسمها الرامب سيجنال، والرامب سيجنال دي معمول لها جنريشن من الرامب جنريتور ماشي عند النيجاتيف تيرمينال. عند البوزيتيف تيرمينال كان داخل فيها مين؟ كان داخل فيها الانبوت. والاوتبوت بتاعي بتاع الكومباراتور اللي احنا كنا لسه شارحينه فوق
كان خارج على الاند جيت وعندي كلوك جنريتور. لو نرجع تاني نبص كده بصه خفيفه اهي ماشي، انا هنا عندي الانبوت داخل على البوزيتيف تيرمينال زي ما انا قلت لك، والنيجاتيف تيرمينال داخل عليها الرام، والاوتبوت داخل على الاند، وانا هنا عندي ليه الكلوك جنريتور، وشفنا شرح الدايره دي من شويه. طب تعالى نشوف بقى ايه الفرق ما بين دي وما بين اللي احنا عايزين نشرحها دلوقتي. انا هنا عندي اولا انا الانبوت داخل فين، ادي الانبوت اهو، الانبوت داخل على دايره اسمها دايره الانتجريتور اللي هو كان لسه بيسال عنها في السؤال فوق، وخارج الانتجريتور ده داخل على مين، داخل على النيجاتيف تيرمينال بتاع مين، بتاع الكومباراتور. طيب في هنا الانتجريتور ده بيتحكم فيه حاجتين، بيتحكم فيه حاجه اسمها الكونستانت كارنت سورس اهو، وفي عندي سيجنال اسمها سيجنال الايه الكنترول. طيب سيجنال الكنترول دي جايه لي منين؟ سيجنال الكنترول جايه لي من حاجه اسمها الفريكوانسي ديفايدر. طيب الفريكوانسي ديفايدر جايه لي منين، او الانبوت بتاعها داخل فين؟ الكلوك جنريتور. يبقى الكلوك جنريتور اللي انا شفتها فوق في الدايره الاولى ماشي، الكلوك جنريتور اللي هي بتديني بلسات بيريود دي بتخش على الفريكوانسي ديفايدر. الفريكوانسي ديفايدر يعني انت لو مدخل سيجنال بفريكوانسي مثلا 1 ميجا هرتز، انا اقدر اخرجها من الفريكوانسي ديفايدر ان هي بيعمل لها ديفيجن، يعني مثلا اخرجها 10 كيلو وات ايفر القيمه اللي انا ايه هخرج بيها خارج الفريكوانسي ديفايدر. يبقى انا دلوقتي الفريكوانسي ديفايدر وظيفتها انها بتعمل ديفيجن للفريكوانسي بتاعه الكلوك جنريتور اللي هي بتعتبر الكنترول سيجنال لمين، لدايره الانتجريتور اللي داخل عليها مين، الانبوت اللي انا عايز اقيسه. خلي بالك انا الهدف من الدايره دي كلها ايه، ان انا عايز اقيس الفي انبوت اللي هو الانبوت فولتج على ديجيتال فولتميتر ماشي. طيب وبعد كده خلي بالك انا الخارج بتاع الفريكوانسي ديفايدر مع الخارج بتاع الكومباراتور مع الجزء بتاع الكلوك جنريتور هو اللي داخل على مين، على الاند، وبعد كده بيخش على الكاونتر، والكاونتر يخش على الدرايفر، والدرايفر يحولها لي دي ديجيتال ديسبلاي زي ما كنا احنا لسه ايه شارحين من شويه. طب تعالى نبدا نشوف هيحصل ايه بالظبط، هنقرا مع بعض كده واحده واحده. طيب هو اصلا انا ليه لجأت للديول سلوب ديجيتال فولتميتر؟ تعال نشوف ايه الليميتيشنز، عشان دي سؤال مهم قوي قوي قوي. ايه الليميتيشن بتاعه الرام بتايب ديجيتال فولتميتر؟ يعني الفولتميتر اللي هو الدايره الاولانيه اللي احنا لسه شارحينها من شويه ليها بعض الليميتيشن، هعالجها بمين؟ هعالجها بالدايره بتاعه الديول سلوب عشان الناس تبقى فاهمه احنا بنقول ايه بالظبط. يبقى انا دلوقتي الديجيتال فولتميتر اللي انا شرحته اللي هو الرام بتايب دون فيه ليميتيشن، فيه بعض العوائق اللي انا هحاول احلها بمين؟ بالدول سلوب. طب ايه هي الليميتيشن بتاعه الدي في ام، الرام دي في ام؟ اولا انه بيريكواير بريسيشن رام فولتج. يعني ايه؟ يعني الدايره او الجنريتور بتاع الرام اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه ده لازم يكون بريسيس. بريسيس يعني دقيق جدا، هو والتايم بيريود. التايم بيريود اللي هو مين؟ اللي هم جاي لي من الكلوك جنريتور، ودي حاجات ممكن ما تبقاش ايه اكيوريت. طيب الفكره بقى كلها ان الدول سلوب اللي احنا استخدمناه ده بيليمينيت، بيشيل الريكويرمنتس دي، يعني بيخليني اقيس مش معتمد لا على الفريكوانسي ولا على الايه الفريكوانسي بتاعه الكلوك جنريتور ولا على الرامب فولتج. طب تعالى نطلع ونشوف بقى شرح الدايره بتاعتنا دي. بيقول لك ايه بقى، بيقول لك ايه، بيقول لك الدول سلوب انتجريتور فيرتشوالي اليمينيتس الشورتج اللي موجود في الرام تايب. ايه اللي بيحصل؟ ان انا بيبقى في الاول عندي دايره انتجريتور، مش احنا قلنا في دايره انتجريتور؟ طب دايره الانتجريتور دي عباره عن ايه؟ دايره الانتجريتور مثلا زي الدايره اللي احنا شايفينها دي عباره عن ار سي مكثف. يبقى the integrator is first charged from the analog input signal. هو انا ارجع للدايره بتاعتك تاني ماشي، ادي الانتجريتور اهو اللي هو عباره عن مكثف، هيخش له مين؟ هيخش له الانبوت. طيب حلو، ايه اللي هيحصل؟ هيبدا يشحن ماشي. يبقى the integrator capacitor is first charged from the analog input voltage and then discharged at constant rate.
to give a time period that is measured digitally. يبقى دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الانتجريتور سيركت دي هتشحن وتفرغ، شحنها وتفرغها هيديني time period ثابته. حلو؟ طيب the charge and the discharge result in two voltage versus time slopes. الحته دي مهمه قوي يا جماعه. يبقى عمليه الشحن وعمليه التفريغ هتديني اتنين سلوب. هتديني ايه؟ اتنين سلوب. من هنا جه اسم كلمه ايه؟ dual slope. تاني يا شباب؟ تاني. يبقى انا دلوقتي في دايره انتجريتور في بدايه الدايره بتاعت dual slope دي. بتتكون من ايه؟ بتتكون من مكثف. مكثف يبقى في عمليه شحن وعمليه تفريغ. عمليه الشحن وعمليه التفريغ هتديني زمن ثابت، ماشي، اللي هو زمن الشحن وزمن التفريغ، تمام كده؟ طيب طبعا عمليه شحن وعمليه تفريغ يبقى انا عندي رامب اتنين سلوب، رامب فوق ورامب تحت، ماشي كده. من هنا جه الاسم، خلي بالك لان ده ممكن يبقى سؤال. طب الكنترول ويف فورم فور الانتجريتور از درايفد فروم ان ايه؟ الكلوك جنريتور، زي ما انا لسه شايف موريها لك من شويه. قلنا ان في بيبقى في عندي كنترول ويف فورم. فين الكنترول ويف فورم دي؟ اهي ادي الكنترول ويف فورم اللي بتجيني منين؟ بتجيني من الكلوك جنريتور عن طريق الفريكوانسي ايه؟ الفريكوانسي ديفايدر. طيب طبعا انت مش محتاج تكتب كل الديتيلز دي، ماشي، احنا بس عشان بنشرح فبنحاول نفهم يعني. طيب انا دلوقتي عندي ريفرنس سيجنال، يبقى انا دلوقتي هشحن من الفي انبوت، الراجل ده هيشحن، لما يجي يفرغ هقارن بالفي ريفرنس، ماشي، يبقى انا هشحن من هنا من الانبوت، ولما اجي هفرغ هفرغ منين؟ من الريفرنس. طيب ساعة التشارجنج سي ويز ذا نون الانبوت، طبعا هو لما يجي يشحن هيشحن منين؟ من خلال المقاومه اللي هي الار دي. الفي سي اوف زيرو عند اول لحظه طبعا مكثف هيبقى بيساوي كام؟ بيساوي صفر. طيب بعد ما شحن بقى الفي اوتبوت هيبقى عباره عن ايه؟ ماينس الفي انبوت. ليه ماينس؟ لان انا مدخل الانبوت سيجنال على النيجاتيف، يبقى ماينس الفي انبوت في التي، التي ده اللي هو تشارجنج تايم، على الار في السي، ماشي. يبقى الفي اوتبوت في عمليه الشحن هيبقى عباره اللي هو في اوتبوت واحد. يبقى انا اول حاجه المكثف بتاعي هيبدا هوصل بالفي انبوت، هيبدا ايه؟ هيبدا يشحن من خلال النيجاتيف تيرمينال بتاع مين؟ بتاع الكومباراتور بتاعي، ماشي. طيب بعد ما شحن الاوتبوت فولتج هنا هيبقى عباره عن ايه؟ الاوتبوت فولتج هسميه في اوتبوت واحد، لان انا عندي في اوتبوت واحد وفي عندي اوتبوت اثنين. الفي اوتبوت واحد هيبقى عباره عن ايه؟ ماينس الفي انبوت ماينس، لان انا داخل على نيجاتيف تيرمينال. في قيمه الفي انبوت اللي هو قيمه الايه؟ الفولت اللي انت بتقيسه. في التي اللي هو مين؟ التشارجنج تايم، على الار في السي. الار في السي اللي هي الايه؟ دايره الشحن بتاعتنا. طيب during the discharge بقى the integrator is discharged in a constant rate، يعني اثناء التفريغ بيفرغ بريت ثابت during T2 معتمد على قيمة ال V out. طيب طبعا عملية ال discharge هتديني output تاني من reference voltage، ماشي، with reference voltage. يبقى ده ال V output الاولاني، يعني انا دلوقتي شحنت وقفت عند قيمة معينة للأوت، وبعدين الـ V أوت بقى الـ total هيبقى عبارة عن قيمة الـ V reference اللي هو الفولت اللي أنت بتقارن بيه في الـ TX اللي هو لما توصل للزيرو في الـ R في C. إحنا مش فاهمين حاجة، تعال نشوف الـ Wave Form عشان تفهم أكتر. تعال نشوف هنا فين الـ Wave Form. آدي الـ Wave Form أهو. دلوقتي آدي ده الـ Integrator Control Wave Form، ده الـ Control اللي بيتحكم في مين؟ في قيمة الـ Integrator. طيب زي ما قلنا اول ما هوصل بالانبوت اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان المكثف بتاعي هيبدا يشحن، صح؟ بس هيشحن بالايه؟ بالنيجاتيف، لان انا موصل على النيجاتيف تيرمينال، يبقى هيشحن بنيجاتيف سلوب. طيب اول ما يبدا يشحن هيحصل ايه؟ هنبدا بقى يفرغ اول ما تحصل اللي هو بالكنترول بالانتجريتور كنترول ويف فورم دي. يبقى انا بتحكم بمين؟ بالويف فورم دي اللي جايه لي منين؟ من الفريكوانسي ديفايدر. يبقى اثناء الفتره دي هو بيبدا ايه؟ يشحن المكثف، يجي كنترول سيجنال يبدا ايه؟ يفرغ، صح؟ طب هيفرغ، انا بقدر اتحكم في قيمه الايه؟ التي 2 دي. طبعا هنا النقطه اللي تحت اللي انتوا شايفينها دي قيمه الفي اوتبوت 1،
اللي احنا جبناه اللي هي ماينس الفي انبوت في تي على الار في السي. طيب الفي اوتبوت بقى هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن القيمه دي زائد القيمه دي، ماشي؟ طيب هيبدا يفرغ اول ما يوصل للنقطه دي، النقطه دي هي مين؟ يبقى الزمن ده كله كده بالنسبه لي هو قيمه التي اكس، اللي هو لما يبدا يتعرض او السيجنال بتاعتي تقطع الزيرو، بنسميها زيرو كروسنج، ماشي؟ طب الاوتبوت بتاع الزيرو كروسنج ديتكتور، الاول مين الزيرو كروسنج ديتكتور ده؟ الكومباراتور هنا احنا مسميينه الزيرو كروسنج ديتكتور. يبقى الكومباراتور هنا احنا مسميينه ايه؟ الزيرو كروسنج ديتكتور. يبقى اول ما هيوصل، طبعا الزيرو كروسنج ديتكتور بيبقى هاي، ماشي؟ لحد ما السيجنال بتاعت الانتجريتور دي تقطع مين؟ تقطع الزيرو اكس، ماشي؟ اول ما بيحصل كده الاوتبوت بيبقى بالايه؟ بالزيرو، ويرجع عشان هي دايره بيريودك ممكن يقيس مره ثانيه، ماشي؟ طب تعالى نشوف هنا، نقرا الكلام ده بالراحه، ماشي؟ يبقى التي اكس، ماشي، اللي هو الزمن لحد ما يقطع الزيرو، عشان كده بسميه زيرو كروسنج، عباره عن الفي انبوت في التي اللي هو وقت الشح على الفي ريفرنس اللي هو الفولت اللي بيقارن بيه هنا اهو، ماشي؟ طيب تعالى نقرا بقى الكلام ده عشان نفهمه اكتر، عشان احنا حاسين ان احنا تايهين. طيب بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي ديورينج، طبعا انت مش محتاج تكتب كل الكلام ده، انا بقراه معاك عشان بس تبقى فاهم. ديورينج التايم تي 1 الانتجريتور كاباستور اللي احنا لسه شايفينه دلوقتي از تشارجد نيجاتيفلي، يعني هيشحن بالنيجاتيف زي ما قلنا. ليه نيجاتيف؟ عشان داخل على النيجاتيف تيرمينال بتاع الكومباراتور. فروم الفي انبوت، ماشي، جيفنج ا نيجاتيف جوينج رامب ذيس برودوسز ا فولتج في اوت ذات از دايركتلي تو الفي انبوت. نترجم الكلمتين دول، يبقى انا دلوقتي طول الفتره اللي هي تي 1 ايه اللي هيحصل؟ المكثف هيبدا يشحن بس بالنيجاتيف من الانبوت. ليه؟ لان انا مدخل السيجنال مدخلها فين؟ او مدخل الانتجريتور على النيجاتيف تيرمينال بتاع زيرو كروسنج، ماشي؟ طيب حلو الكلام. طيب هيديني اوتبوت، الاوتبوت ده هيبقى دايركتلي بروبورشنال، يعني بيتناسب دايركتلي مع مين؟ مع الانبوت اللي احنا عايزين نقيسه. طيب الكونستانت كارنت سورس، الكونستانت كارنت سورس ده اللي هو انهي؟ اهو الكونستانت كارنت سورس، الكونستانت كارنت سورس، الكونستانت كارنت سورس از ذن سويتشد انتو ذا سيركت تو ديستشارج. يبقى مين اللي بيتحكم في عمليه الديستشارج؟ مين اللي قال لي انا هعمل ديستشارج؟ الكونستانت كارنت سورس is switched into the circuit to discharge the capacitor, thus producing a positive going edge ramp voltage. يبقى انا دلوقتي في اللحظه اللي هنا دي، ماشي، اللحظه دي الكونستانت كارنت سورس هيتحكم يغير مين؟ يخلي فيه discharge، مديني positive ايه؟ positive terminal او positive ramp اللي هو الايه؟ الشكل اللي انا عامله ده. يبقى ده كده النيجاتيف اهو، يا رب يكون باين بس في التصوير، وادي الايه؟ وادي البوزيتيف رام، ماشي؟ طيب الزيرو كروسنج ديتكتور از ا فولتج كومباراتور. الزيرو كروسنج ديتكتور اللي هو مين؟ اللي هو الكومباراتور بتاع الاوبريشن امبليفاير اللي احنا شايفينه تحت ده، اللي هو المثلث ده، ماشي؟ ده قلنا بنسميه ايه؟ زيرو كروسنج ديتكتور. طيب الزيرو كروسنج ديتكتور is a voltage comparator that gives a high positive output when the integrator output voltage is a waveform is negative. يبقى الراجل ده الانتجريتور بتاعي هيديني واحد طول ما ده نيجاتيف، مش كل القيمه دي نيجاتيف، في القيمه النيجاتيف يبقى هو مديني هاي طول الايه؟ طول الفتره دي بواحد. حلو. طيب وبيقول لي ايه كمان؟ بيقول لي اند لو، وبيديني لو اوتبوت ات الاند اوف البوزيتيف جوينج رامب وين ذا رامب فولتج كروسز ايه؟ للزيرو ليفل. يعني بيديني لو امتى؟ اللي انا لسه قايله لك دلوقتي، بيديني لو امتى؟ اول ما ده عمل كروسنج للزيرو راح ده ايه؟ مديني لو على طول. يبقى ده الاوتبوت بتاع مين؟ بتاع زيرو كروسنج، ماشي يا شباب؟ طيب الاند جيت بقى، احنا دلوقتي خلي بالك احنا بنعمل ايه؟ احنا عايزين نقيس، صح؟
الاندر جيت هاز هاي انبوت فروم بوز زيرو كروسنج ديتكتور. مش احنا قلنا بقى طول الفتره اللي هي تي 1 وتي 2 دي اهي، طول الفتره دي الزيرو كروسنج ده بواحد. طيب الزيرو كروسنج ده اللي هو الاوتبوت بتاعي اهو اللي احنا شايفينه لسه بهاي، ده داخل على مين؟ على الاند جيت. وجاي لي منين؟ كمان الفريكوانسي ديفايدر هنا بواحد، وهنا الفريكوانسي او الكلوك بتاعتي. طيب بيقول لي هنا ايه؟ الاند جيت هاز هاي انبوت فروم بوث الزيرو كروسنج والكنترول ويف فورم اونلي ديورنج ذا بوزيتيف جوينج رامب تايم. يعني طول في البوزيتيف جوينج رامب تايم ده ماشي، الكنترول اللي هنا فين الكنترول اللي انا جايبه من هنا؟ بص اهي اهي الكنترول بتاعي ده اهو بواحد. ماشي طيب احنا قلنا فين؟ اهو. طيب الباسس فروم الكلوك جنريتور ها باسس ثرو مين؟ الاند جيت بقى. يبقى انا دلوقتي عندي الزيرو الطرف اللي جاي من الزيرو كروسنج بواحد، والكنترول ويف فورم اثناء البوزيتيف جوينج رام يعني اثناء التي 2 بواحد، يبقى واحد بواحد، واحد في واحد اند واحد اند دي الكلوك سيجنال. يبقى انا دلوقتي هعدي مين؟ الكلوك سيجنال من خلال الاند ايه؟ من الاند جيت. تاني عشان الناس تبقى فاهمه، دلوقتي احنا قلنا ده بواحد ماشي. طب فين انا شفته؟ فين اهو بقى الكلام اللي احنا لسه عاملين نشرحه اهو، واحد اهو الفتره دي هو بواحد حلو. والكنترول سيجنال اللي هي واخد منها طرف ومدخله على الاند جيت دي بكام؟ بواحد. يبقى ده شايله واحد وده شايله ايه؟ واحد. وانا هنا جايالي منين؟ الانبوت الثالث للاند جيت جايالي من الكلوك جنريتور، واحد اند واحد اند اي حاجه هتطلع الحاجه دي ماشي. يبقى انا هنا خارج الاند جيت اللي هو مين؟ العداد بتاعت مين؟ بتاع الكلوك جنريتور. طيب ذا كاونتنج سيركت. يبقى طيب الاوتبوت بقى بتاع الاند جيت عشان الناس تبقى فاهمه، الاوتبوت بتاع الاند جيت هتخش بقى على الكاونتنج سيركت اللي هو نفس القصه بقى اللي احنا ايه لسه قايلينها من فوق من شويه. يعني قلنا ايه؟ ال counting circuit are set to zero by the positive going edge of the control signal at the يعني بيقول لك في 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 بدايه ال T2 ماشي، ال counting circuit بتبقى ايه؟ بتتحول reset لزيرو، بتوصل لزيرو. ال output of ال counting circuit بيتقاس في خلال ال T2. طيب T2 proportional لل V output وال V output proportional لل V input ماشي، والاوتبوت از ا ديجيتال ميجرمنت فور مين؟ فور الانالوج انبوت. تاني يبقى انا دلوقتي بقيس في خلال الفتره اللي هي تي 2 دي. تي 2 بتعتمد على مين؟ على قيمه الفي اوت ماشي، اللي هي قيمه الفي اوت من الايه؟ من الزيرو كروسنج. والفي اوتبوت دايركتلي بروبورشنال لمين؟ بيعتمد على الفي انبوت اللي انا ايه؟ اللي انا بقيسه ماشي. طيب تعال نشوف بقى هنا الأسئلة اللي على الجزء ده. طيب السؤال دلوقتي، مش احنا كنا بنقول ان احنا بنستخدم الدول سلوب ده عشان اعالج المشكلة بتاعت الرامب؟ طب ازاي عالجتها؟ بيقول لي هنا how the dual slope integrator eliminate the need for accurate timing. هنقول له لان هو اثناء التشارج قيمة الـ V output عبارة عن minus الـ V input في الـ T ماشي، يبقى ال V input هتبقى عبارة عن minus K ده constant في T2 على ال T1. Thus the input voltage measurement is not dependent على ال clock frequency but depends على ratio ما بين مين؟ ال T2 وال T1 اللي انت بتقدر تتحكم فيهم من خلال ال integrator اللي انت حاطه. تاني احنا مشكلتنا في ال dual slope ايه؟ او في ال ramp احنا مشكلتنا في ان احنا عايزين اكيوريت رامب جنريتور واكيوريت تايمينج، صح؟ لسه قايلين الكلمه دي، صح؟ يعني انا بعتمد على الفريكوانسي في الدايره الاولانيه دي، لا انا هنا اعتمدت على زمن الشحن وزمن الايه؟ زمن الشحن وزمن التفريغ بتاع الانتجريتور، فبالتالي انا كده مش محتاج اكيوريت كلوك فريكوانسي. يبقى هي مشكلته ان الكلوك جنريتور مش بيبقى اكيوريت
ماشي. فانا هنا لما اعتمدت على زمن الشحن وزمن التفريغ انا كده ما اعتمدتش على الايه، على الفريكوانسي. طيب what is the significance، نبدا اشوف الاسئله بقى. والحته اللي موجوده فوق دي يا شباب السؤال ده موجود في المحاضره، يعني الناس لو رجعت للمحاضره هتلاقي السؤال ده موجود فيها. طيب what is the significance of the name dual slope method. شفت بقى يا شباب جت منين كلمة دول سلوب اللي احنا لسه كنا سألين عنها فوق دي؟ ليه جت كلمة دول سلوب؟ لأن أنا عندي اتنين بعمل انتجريشن على إيه؟ على تو الانبوت توايس مرتين، بيقول لك اللي هي الإجابة رقم بي it integrates the input twice على مرتين، اللي هو البوزيتيف النيجاتيف رامب في الأول وبعدين البوزيتيف إيه؟ البوزيتيف رامب. فأنا كده عندي تو سلوبس، ماشي، تو سلوبس انتجريتس، يعني انا بجمع او انا باخد تو بعمل انتجريشن على الانبوت مرتين لان انا مدخله على الانتجريتور. طيب الانبوت فولت بقى اللي احنا بنقيسه هل بيعتمد على الريزيستنس، هل بيعتمد على الكاباسيتنس، هل بيعتمد على الكرنت، ولا بيعتمد على التايم بيريود؟ بيعتمد على التايم بيريود، احنا لسه قايلين اهو بيعتمد على الريش ما بين اتنين تي 2 على تي 1 زي ما لسه قايلين. طيب what is the effect of the clock on the voltage؟ السؤال بقى اللي لازم تجاوبوه وانتم مغمضين، احنا اصلا بنعالج الجزء الاولاني ليه؟ لان الدول الرام في مشكله ان انا ببقى محتاج precious RAM generator و precious clock ايه؟ clock generator، صح؟ طيب رحت عامل ايه؟ رحت عامل الدول سلوب عشان اعالج الازمه بتاعه البريسيوس كلوك. لما اجي اقول لك هنا وخليت الاوت بتاعي معتمد على مين؟ على تي 2 على تي 1، مش معتمد على الكلوك جنريشن او الكلوك جنريتور زي الرامب تايب اللي احنا كنا لسه شارحينه من شويه. لا، يبقى انا دلوقتي الكلوك ايه مشكلتها او ايه اعتمادها على الفولتج؟ لا، ما بتعتمدش على الفولتج، ما بتاثرش عليه، اهو هنا. يبقى هنا has no effect، وده سؤال مهم جدا بقى. طيب what is the counter value at the beginning؟ هو الكاونتر هيبقى عده كام في الاول؟ طبعا لازم يبقى بيساوي كام؟ ايوه زيرو، عشان هو المفروض ايه؟ لو رجعنا للصوره تاني خلاص احنا عرفنا ان هو هيعد في الفتره دي، صح كده؟ طيب اللي هو الاوتبوت بتاع الاند جيت، الكاونتر هيعدهم. طيب ويطلع لي على الدرايفر يحوله ل، يعني هو هيعد بلصات برضو، واحد وزير واحد وزير واحد وزير اللي هي البلصات، ماشي. طيب يعني ويف فورم بلصات كده زي اللي موجوده هنا كده، هيعد في اللي هي البلصات دي، هيعدها في الفتره دي، حلو. وبعدين يحولها لي من شكل البلصات بالدرايفر، يحولها لي لبي سي دي بالبي سي دي درايفر يعني، او بالبي سي دي ديكودر، يحولها لي لارقام عشان اقدر اعرضها على الديجيتال ديسبلاي. حلو الكلام؟ حلو الكلام. طيب هنا بقى فاكرين لما جينا نشرح الايرور الترم الاولاني كنا بنقول ايه؟ كنا بنقول لازم كل ديفايس قبل ما نيجي نستخدمه لازم يبقى عند الزيرو، صح كده؟ فشيء طبيعي ان الكاونتر فاليو، ان قيمه الكاونتر عند بدايه العد تكون بكام؟ بزيرو، صح كده؟ طيب تعال نخش بقى على مسائل سهلة وبسيطة إن شاء الله. طيب الدول سلوب A to D، ماشي، analog to digital converter، ماشي، A to D يعني analog to digital converter has ال R، ال R اللي هي المقاومة اللي أنا بشحن بيها دي ب 100 كيلو وات، ب 100 كيلو أوم، دي مش واش وات. and C المكثف بواحد مايكرو فاراد. The reference voltage اللي هي قيمة ال reference voltage سيس 50 فولت. reference voltage اللي هو الفولت اللي أنا بقارن بيه. and the fixed integration time اللي هو الوقت بتاع الانتجريشن is 20 مللي سكند. طيب find the conversion time اللي هو وقت التغيير، وقت التحويل، مش أنا بحول من هنا لديجيتال ل 40 فولت input. طيب المعادله بقى اللي هو الكونفرجن تايم ده اللي هو لحد ما يوصل للزيرو كروسنج، ماشي، اهو فين؟ ارجع تاني لشكل الويف ده كده قيمه الايه؟ الكونفرجن تايم، ماشي.
فين المسألة اللي كنا بنحلها؟ اهي ال Tx هتبقى عبارة عن ال V input في ال T اللي هو زمن الشحن على ال V reference. ال V input انت بتقيس كام؟ او انت حولت كام؟ 40 فولت input. في ال T، ال T اللي هو كام؟ اللي هو ال integration time اللي هو كام؟ 20 ملي سكند. ماشي؟ على ال V reference، ال V reference اللي هو كام؟ هو قايلهولي هنا اهو 50 فولت. يبقى كام؟ 16 ملي سكند. طب يبقى التوتال كونفرجن تايم، خليها باللون الاسود عشان تبان شويه، يبقى التوتال كونفرجن تايم عباره عن الانتجريشن تايم والتايم ذات الفي اوت بكمز الايه الزيرو، يبقى هتبقى عباره عن 16 ملي وال20 ملي سكند، يبقى 36 ملي سكند. طيب نخش بقى على جزء تاني، الرينجنج. الرينجنج دي يا شباب زي المالتي رينج اللي احنا عارفينه، المالتي رينج ميتر يعني. كل واحد، هنحرك بالماوس كده عشان تشوفه، كل رينج انت بتقف عنده بتتحكم فيه ايه؟ بص خلي بالك من الداش ده كده، ده زي سلسله كده، بتتحكم في الديجيتال بوينتس اللي تظهر. يعني انت مثلا قست هنا يبقى انت كده بتقيس اعلى رينج مثلا، او هنا حت يعني الليدات دي اللي هي الدوتد دي، دي الليدات. نورت هنا يبقى انت هتقيس لحد رينج التسعة مثلا، نورت هنا لحد الرينج 99، نورت هنا لحد 999. مين بقى اللي متعلق؟ بص الكلمه دي، بص اهي القيمه اللي انت بتوصل بيها ماشي، هي متعلقه بمين؟ بالتيونر ده، يعني ده تيونر متوصل بالتيونر ده. طبعا الحته دي موجوده في المحاضره برضو. بيقول لك ايه؟ انا ممكن نشوفها في الشيت بتاعتكم. بس هنا هتلاقيها في المحاضره. يعني الاتنويشن سيركت، يبقى هو هنا مستخدم انهي اتنويشن سيركت؟ انهي سيركت؟ السيركت اللي هنا دي. فاكرين الاتنويتر، الاتنويشن سيركت اللي احنا شرحناها في في الالكترونيك فولتميتر؟ كنا بندخل الانبوت هنا ماشي، وعن طريق الفولتج ديفايدر بتحكم في الفولت اللي داخل على الكمبراتور. سهله قوي يا جماعه، زي اللي احنا عملناها قبل كده. ان انا دلوقتي لو انا بقيس هنا، هيبقى الفولت اللي داخل عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن الانبوت فولتج في قيمه المقاومات اللي بجيب عليها اللي هي ار2 على ار3 على مجموع المقاومات كلها. فولتج ديفايدر يا جماعه زي اللي عملناه في الاتنويتر، خدنا دايره الاتنويتر دي في الالكترونيك فولتميتر. ارجعوا افتكر احنا كنا بنشتغل ازاي. فبيقول لي هنا الاتنويشن سيركت دي ماشي، لو الفي انبوت اقل من اور ايكوال 1.999 ذا انبوت از دايركتلي ابلايد لمين؟ للكمبراتور. لو الفي انبوت ما بين ال 1.999 ل 19.999 ذا انبوت از اتنويتد اند ذا ديسيمال بوينت. يعني من الاخر كده على حسب الرينج اللي هيقف عليه. يعني بيقول لك ايه؟ لو انت موصل على الاثنين دي يبقى انت مدخل على طول. طب لو موصل على ال 20 لا، ده هيحصل ديفيجن ماشي. على حسب مين؟ على حسب الرينج بقى. يعني انا لو وصلت على الـ هنا ماشي، هتلاقي مثلا اللي هو انهي رينج؟ اللي هو رينج ما بين 1999 يبقى ده ل 19.99، يبقى ده كده عند بوينت A مثلا، ده هنا عند بوينت B، هنا ده عند بوينت C. فلو جيت سالتك قلت لك الانبوت رينج بتاع الدي في ام از كام؟ اخر قيمه هتقدر تقراها اللي هي كام؟ اللي هي الألف ماشي، اللي هي من واحد، يبقى انت هتقرا من واحد لحد الألف فولت. طيب المالتي ميتر تايبك ليه بروفايدز ميجرمنت اوف مين؟ دي حته بقى ممكن تيجي في سؤال في العملي. دي المالتي ميتر اللي انت بتقراه او اللي انت تستخدمه عشان تقرا بيقيس ايه في الغالب؟ في الغالب بيقيس قيمه ايه؟ روت مين سكوير للساينسويد. دي مالهاش دعوه بالسؤال، دي سؤال ممكن يجي في العمل يعني. طيب وات انسترومنت از يوزد فور اوبزرفنج الفولتج والكرنت ويف فورم؟ انهي برضو دي عملي، انهي انسترومنت، اي جهاز تقدر تستخدمه عشان تشوف الفولت او تشوف الكرنت الويف فورم بتاعه؟ طبعا الاستروسكوب، طبعا انتوا استخدمتوه كتير.
طب تعالى نشوف مسائل على الاكيورسي بقى. الاكيورسي سهل قوي، الاكيورسي بتاع الدي في ام بيقول لك ان الديجيتال فولتميتر اكيورسي از اولويز ستيتد بنسبه من الريدنج زائد 1 ديجيت. طيب وير ال 1 ديجيت ريفير تو الاكستريم رايت ذات ديبندز اون ذا رينج، يعني ايه بقى ومش فاهمين؟ تعال نخش على مساله عشان ايه نفهم اكتر. طيب بيقول لك ايه؟ بيقول لك كالكيوليت، يعني من الاخر مش احنا كنا بنقول ان كل ديفايس ليه اكيورسي، الاكيورسي دي اللي هي مين؟ دقه الجهاز ده بتتحدد بيه نسبه الايرور اللي موجوده في القرايه بتاعتي. فبيقول لي ان نسبه القرايه اللي نسبه الايرور اللي موجود في القرايه بتتحدد بالقانون ده، ماشي؟ طب ايه هو النسبه بتاعه ده بالنسبه للديجيتال فولتميتر؟ ها طيب برسنتج اوف ريدنج، قيمه معينه من البرسنتج بتاعه الريدنج و1 ديجيت، عايزين نعرف ايه ده وايه ده. طيب هو مديني مساله بيقول لي ايه؟ بيقول لي كالكيوليت ذا ماكسيمم ميجرمنت ايرور فور ا ديجيتال فولتميتر ويز ان اكيورسي اوف بوزيتيف اور نيجاتيف. هو مديني ان الديفايس اللي انا هستخدمه ده ليه 0.1% من الريدنج ار دي جي دي اللي هي الريدنج زائد 1 ديجيت. When indicating كام؟ 1.490 فولت. حلو؟ طيب ده كده الديسبلاي بتاع مين؟ بتاع الجهاز بتاعي، يعني أنا الجهاز كل رقم بيظهر بقول عليه فيجر، فيجر، يبقى أنا الديجيتال فولتميتر اللي أنا مستخدمه ليه كام فيجر؟ دي 1 2 3 4 أربعة فيجر. ماشي؟ طيب بيقول لي ايه؟ بيقول لي determine the maximum and the minimum measured voltage when the instrument indicate كام؟ 1.255. طيب تعالى نشوف، هحسب الايرور الاول. طيب الايرور عباره عن ايه؟ هو قايل لي positive or negative 0.1، يعني 0.1 على ال 100. لما بيقرا كام؟ 1.490 اهي. يبقى 0.1 على ال 100 في ال 1.490 زائد الرقم ده جه منين؟ مش هو قايل لي 1 ديجيت؟ 1 ديجيت اللي هو البريسيشن بتاعي. طب البريسيشن بتاعي بيتجاب منين؟ مش انت عندك هنا الرقم ده؟ ده الديسبلاي. القيمه اللي هي ال 1 ديجيت دي ريفير تو الاكستريم رايت، الاكستريم رايت اللي هو مين؟ اخر رقم هنا اللي هو الرقم ده، انا عامله لك بالايه؟ باللون الاحمر عشان ايه؟ تفهم انا اقصد ايه بالظبط. اللي هو الرقم اللي باللون الاحمر ده، ماشي؟ طيب الرقم ده يا يزيد يا ايه؟ يا ينقص. طبعا هو هنا عشان زيرو فهو ايه؟ يا مش هينقص، يعني مش هيبقى بالسالب، ماشي؟ يبقى هنا القيمه اللي هي ال 1 ديجيت دي هتبقى قيمتها كام؟ 0.001، ماشي؟ طب افرض ان انا القرايه بتاعتي 1.49 بس، يبقى الديجيت بتاعي عباره عن ايه؟ 0.01، ماشي؟ يبقى ده الديسبل، يبقى هي بتعتمد على الديجيتال ديسبلاي بتاعي. يبقى هي قيمتها بكام؟ يبقى 0.1 على ال 100 في ال 1.490 زائد ال 0.001 اللي هي جبتها من الرقم ده، بتساوي يبقى ده نسبة الايه؟ نسبة الايرور اللي ممكن تتضاف نتيجة الاكيورسي بتاع مين؟ بتاع الجهاز بتاعي، يا تتضاف يا تقل من القيمة اللي أنا هقيسها. حلو؟ يعني يا تزيد على ال 1.255 يا تنقص منه، يا تنقص منه. طيب بص بقى، انا خدت الرقم اهو وجمعته على ال 1.255 طلع لي الرقم ده كله. بس خلي بالك اللي باللون الاحمر ده مش هتلاقيه مكتوب اللي هو ال 4.9، اشمعنى؟ لان انت اصلا الديجيتال ديسبلاي بتاعك اهو، انت بتعرض في كام ديجيت؟ في 4. حلو، ما ينفعش يطلع فين؟ في 6. فلذلك الرقمين الاخرين مش هيظهروا، فالقرايه بتاعتي هتبقى كام؟ 1.257. طيب ده الماكسيمم ميجرد. طب المينيمم ميجرد هيبقى كام؟ طبعا انا هنا ما قربتش لان ده 4، ماشي؟ هنا 1 خدت الرقم اللي هو 1.255 ناقص ال 0. مش عارف كام ده اللي احنا حسبناه، هيطلع القيمه دي كلها. طبعا الرقمين الاخرين برضو مش هيحسبوا لان انا الديجيت بتاعي كام؟ 4. حلو؟ طيب انا هنا رحت ايه؟ مقربه بس الرقم الاخراني، هنا ما حصلش تقريب علشان دي ايه؟ طبعا انت بتقرب من الخمسه فيما فوق عشان بس لو الناس تفتكر ان الحاجات دي رياضه يعني، ماشي؟ هيبقى بالتقريب، حتى انا عامله لك علامه التقريب اهو ب 1.253 فولت. طيب تعالى نشوف المساله اللي بعدها عشان الفكره تتاكد جوه دماغنا.
طيب ادي 15 فولت دي سي فولتج ماشي، يبقى الراجل ده هيقرا كام؟ 15 فولت. از ميجرد باي الانالوج اند ديجيتال ملتيميتر، ملتيميتر يعني هو قاس بانالوج وقاس بديجيتال ماشي. ذا انالوج انسترومنت از اون اتس 20 فولت رينج، يعني انا لما جيت قست على الانالوج انا كنت حاطط على رينج كام؟ على رينج ال 20. طيب and its specified accuracy is positive negative 2%، يعني لما يقرا ال 20 كلهم هيديني 2%. طيب ده بالنسبه لمين؟ للانالوج انسترومنت. طب بالنسبه للديجيتال ميتر، بالنسبه للديجيتال ميتر هاز 3.5 ديجيتال ديسبلاي and an accuracy of positive negative 0.5 زائد ايه؟ 1. طب تعالى بقى نقرا هو عايز من ايه؟ بيقول لي determine the measurement accuracy in each case، يعني عايز الاكيورسي في حاله الانالوج انسترومنت وفي حاله الايه؟ وفي حاله الديجيتال انسترومنت. طيب حاجه احسب في حاله الانالوج انسترومنت الاول، هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ده انت الاكيورسي بتاعت الجهاز بتاعك 2% على ال 20 رينج، على ال 20 فولت رينج كله. طيب بيزد على الكلام ده يبقى انا هضرب ايه؟ 20 اللي هو الماكسيمم رينج بتاعي في 2% يعني 2 على 100 اللي هي ال 0.02، يبقى انا على ال 2 على ال 20 فولت كلهم بال 2% اكيورسي دقه الجهاز هيبقى 0.4 فولت، يديني 0.4 فولت. طيب ده على الايه؟ ال 2%. طيب يا تزيد يا ايه؟ يا تنقص. طيب بالنسبه بقى لل 15، خلي بالك انت حاسبهم من ريليتد لمين؟ لل 20، يعني من الاخر كده عشان بس نبقى نفهم، عشان حاسه ان الناس تايهه في الحته دي شويه. بقول لك انا لو استخدمت الانالوج ديفايس ده ماشي، الدقه بتاعته الاكيورسي بتاعته 2% على 20 فولت كله، يعني كام فولت؟ 2% يعني كام فولت؟ يعني 0.4 فولت. حلو. طيب ال 0.4 فولت دول بالنسبه بقى لل 15 اللي انت قايسهم يطلع بكام؟ يبقى 0.4 على ال 15 في ال 100 يطلع بوزيتيف اور نيجاتيف 2.67، يا يزيدوا يا ايه؟ يا ينقصوا في ال 100. طب اف ذا ترو فاليو، ترو فاليو اللي هي القيمه اللي انت فعلا قايسها دلوقتي 15 فولت، يبقى ده معناه ال 2.67 من 100 دول هيزيدوا يعني مره اخدهم واحسبهم بالبوزيتيف على ال 15 فولت، ومره اخدهم بالنيجاتيف هيديني مين؟ قيمة الايه؟ الماكسيمم والمينيمم فاليوز بتاعة القراية بتاعتي. ماشي؟ طيب بيقول لك هنا فور ديجيتال ميتر فور 15 فولت، ده بقى بالنسبة لمين؟ للديجيتال ميتر، على 2.5 ديجيتال ديسبلاي. طب 2.5 يعني كام؟ 3.5. يبقى ال 1 ديجيت بتاعي كام هنا؟ اهي 3. دي كده كأنها ايه يا شباب؟ 3.5. ال 5 دي يبقى احنا مش احنا بنقول ان ال 1 ديجيت هو اقل او الليست سيجنيفيكانت ديجيت ماشي، هيبقى قيمته بكام؟ 0.1. اوكي يا شباب. طيب هو قايل لي ان هو 0.5% من الريدنج، يبقى 0.5 على ال 100 في ال 15 زائد ال 0.1 يديني قيمه الايه؟ الايرور اللي هيحصل في القرايه بتاعتي بالنسبه بسبب الديجيتال مالتي ميتر ده. طيب عايز الماكسيمم والمينيمم فاليوز بقى، هاخد بالقيمه دي ويطرحها يا ايه؟ يجمعها عليها عشان اجيب الماكسيمم فاليو. تمام؟ حلوه المساله دي، ممكن تيجي في امتحان يعني انا ما اعرفش طبعا، بس هي حلوه مساله قويه يعني. طيب في عندي لو فتحنا المحاضره كده عشان بس نشوف شكل الكلامب ميتر ده، من الحاجات اللي الدكتوره حطاها في المحاضره. معلش لحظة بس بيفتح.
وقف كده لحد ما يقرا ليه. مش مشكلة، بس عندي جهاز تقيل شوية. طيب ده شكل الكلامب ميتر، ده من الحاجات اللي الدكتورة ايه حاطها لكم يعني. ده شكل الكلامب ميتر، ها ماشي، ده شكل الكلامب ميتر بتاعه، طبعا بيقيس هنا. طيب تعال نشوف هنا ايه الأسئلة اللي عليه. بيقول لك ايه هي الأدفانتج بتاعت الكلامب ميتر ده؟ بيقول لك it is an electrical device having two jaws. jaws يعني زي قفشتين كده، ماشي، أو طرفين. having two jaws which open to allow clamping around an electrical conductor، يعني اللي بيفتح ويقفل يعني. This allows to measure electrical current through the conductor، يعني بيسمح لي ان انا اقرا ايه الالكتريك كارنت من خلال ايه، من خلال موصل، من خلال اطراف موصله يعني، من خلال اطراف موصله، ماشي. طيب without having to make physical contact with it، بدون ما تعمل ايه زي البروبات اللي انت كنتوا بتستخدموها هنا، or to disconnect it for insertion through the probe، او انك تستخدم البروبات يعني، ماشي، زي اللي موجود في الدي في الديجيتال فولتميتر ميتر اللي انتوا بتستخدموه يعني. يعني من الاخر كده تقدر تقيس من خلال الجاوز دي بدون الايه، بدون ما تشتغل بالبروبات. طب ايه الفرق ما بين الكلامب، ده السؤال رقم 19، وات از ذا ديفرنس بتوين الكلامب ميتر والديجيتال مالتي ميتر؟ الديجيتال مالتي ميتر از فولتج ميجرنج تول ويز سام كارنت ابيليتيز. الكلامب ميتر is a current measurement tool with some voltage abilities. يعني ايه بقى الحتة دي عشان بس نبقى فاهمينها، ماشي. الفولتميتر واللي انتوا استخدمتوه في شابتر 3 واللي احنا عمالين نتكلم عنه، اول انت بتستخدم ايه، انت بتستخدم الفولتج ميجر عشان تقيس بيها، صح. يعني احنا مثلا كنا بنقول لا مش بنستخدم الفولتج، يعني من الاخر كده كنا بنستخدم التيار اللي ماشي جوه البي ام ام سي مثلا كلام ده، علشان نقول ان هو ده الحاجه اللي انا بقيسها. فاكرين لما كنت بشرح لكم في السكشن كنت اقول لك ايه، التيار اللي ماشي جوه البي ام ام سي بيقول لي قيمه الفولت اللي انا بقيسه كام، التيار اللي ماشي جوه البي ام ام سي بيقول لي قيمه المقاومه اللي بقيسها كام، صح. فانت هنا بتقيس اللي هو بنتكلم بقى على الفولتميتر بقى، فولتج ميجرنج تول، يعني هو الكلام الديجيتال مالتي ميتر ده فولتج ميجرنج تول، يعني هو تول بقيس بيها الايه الفولت، باستخدام مين، with some current abilities، باستخدام بعض الايه القدرات او الكيبابيلتيز يعني بتاعه التيارات. الكلامب ميتر بقى عكس، بيقيس تيار از ا كارنت ميجرنج تول، ماشي، with some voltage abilities. يعني مين اللي بيقول له دلوقتي ان انت بتقيس تيار؟ الفولت بقى، يعني الفولت هو اللي بيindicate قيمة التيار اللي انت بتقيسه، ماشي. طيب تعالى بقى هنا شوف draw the block diagram for the clamp meter and discuss its operation. ده البلوك diagram بتاع الايه، بتاع الكلامب ميتر، ماشي. بيتكون من ايه، بيقول لك ايه، current transformer. current transformer يبقى انا هنا دلوقتي، ماشي، عندي current to voltage converter، يبقى انا عندي التيار هيمشي هنا، حلو. ده هنا بعض التيرنز عشان ياخد يعمل magnetic flux، ماشي، متوصلة على دايرة تعمل ايه، current to voltage converter، يبقى هي هتحول التيار للفولت على ريكتيفاينج سيركت، على دايره ريكتيفاير، يبقى انت هنا بتقيس اي سي، حلو، وبعدين يخش على انالوج لديجيتال كونفرتر. طيب وبعدين الانالوج ديجيتال كونفرتر يعرضها لي على الديسبلاي. سهل قوي يعني، سهل البلوك ديجرام سهل. يبقى انت هنا دلوقتي بيقول لك كارنت ترانسفورم اهو، يوز تو بيك اب ماجنتيك فلكس، يبقى هياخد الفلكس من هنا، جنريتد
because of current passing through the conductor. بسبب مين؟ التيار اللي هيمشي جوه الكوندكتور اللي هنا. A secondary winding generate a current by electromagnetic induction that is proportional to the primary current. يعني هيمر هنا تيار، هيمر تيار في الجزء ده كده، هياخده مين؟ هياخده السلك ده، ماشي؟ وهيبقى ليه علاقة بمين؟ هيبقى ليه علاقة بالتيار اللي ماشي جوه الكوندكتور اللي هنا ده. طيب وبعدين بيحصل ايه؟ التيار اللي هنا هيتحول من تيار لفولت، هيتقاس على الطرفين اللي هنا، ماشي؟ هيحصل ريكتيفيكيشن. ريكتيفيكيشن يعني ايه؟ يعني اخليه يا اما كله في البوزيتيف يا اما كله في نيجاتيف. طبعا انتوا فاكرين دايره الريكتيفاير. وبعدين الخارج بتاعي من دايره الريكتيفاير هعمل ايه؟ هحوله من انالوج لديجيتال كونفرتر. يعني من ما احنا الدايره الخارج اللي هنا على دايره الريكتيفاير انالوج، هشتغل ايه بقى؟ انالوج لديجيتال، يعني هحولها من انالوج للديجيتال، ماشي؟ وبعدين هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعرضها على الديسبلاي، ماشي؟ وصلت؟ طيب